قابلنا كمان الموسيقار هاني شنودة وكلمنا عن الأكاديمية. احنا بنرحب بكل مكان يفتح يعلم الناس، مش بس الأكاديميين، الناس اللي ناويين يشتغلوا في الصناعة، اللي فاتهم القطر ما قدروش يخشوا الكليات بتاعت وزارة الثقافة اللي هو معهد السينما او كده. كمان الجمهور على فكرة، يعني انا نفسي ان الجمهور يجي يتعلم شوية حاجات عن السينما، لان كل ما نعرف اكتر كل ما نقدر نستمتع بالفن اكتر.